بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبما وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن تهب لي موبقات الجرائم وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطي أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين
وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا فإني لك من المستغفرين. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعفو عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، وتعرض لمعروفك فجدت علي، يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.